عايزه ادخل في دماغك، ما حبيتيهوش واتجوزتيه، طب ما فيش اي حاجه تعوض؟ هتبداي معايا بكده؟ هبدا كده. هاتيلي امسكي عليا غلطه. كنت هنا بتبرري فشلك في السينما. انا ما ينفعش اتباس. السينما النظيفه هي اللي بالحجاب. عايزه توصلي لايه؟ مش انت هاجمتي واحده من المذيعات وقلتي انها بتخرب البيوت؟ ما هو الفاشل هو اللي بيحب كل الناس تبقى فاشله زيه. ليه بتتكلمي على غيري؟ انت مستقوية عليا قوي كده ليه؟ خدي ليه مع الفنانين؟ في حدود. قال لك الدكتور اشرف عليها. شفت اللي احنا مموتين نفسنا عشانها بتقول ايه؟ حجابي هز مصر كلها. سالتي على اولاد اخوكي محمود الله يرحمه، كلمي. ايه يا بسمة؟ ده انا لطيفة جدا معاك. جدا. العرافة غدا 6:15 مساء على المحور تي في.